بهذا الفيديو راح أعلمك تقنية رائعة لحفظ الأشياء اللي تريد تحفظها، اسمها تقنية قصر الذاكرة. أهلا وسهلا بك، أنا اسمي مهدي، طبيب عراقي عايش بألمانيا، وبهذه القناة أشارك أشياء وأفكار ساعدتني أوصل من قرية صغيرة بالعراق لواحد من أكبر مراكز جراحية بألمانيا. وإحنا هنا بتحدي العقل الخارق، أنا تحديتك إذا تشوف هاي 21 فيديو وتطبق الأشياء اللي أشاركها وياك، ما تفتح إمكانيات عقلك الخارق وذاكرتك الخارقة حتى تتعلم أي شيء أنت تريده حتى توصل لأهدافك وللحياة اللي أنت تستحقها. إذا أنت باوعت كل الفيديوهات اللي فاتت بالتسلسل، فأني أحب أصفق لك، لأن هذا الشيء اللي سويته أنت مو سهل أنه الواحد يجي ويبقى مركز على هيجي فيديو، ومو سهل أنه يأخذ قرار يبقى ويا واحد ثاني هالفترة كلها ويستقبل هاي الأشياء ويستفاد من عندها. هواية ناس ما يسوون هذا الشيء، أنت وأنتي سويته، أنا جدا جدا فخور بيكم وفرحان بوجودكم. هواية شغلات تعلمنا إحنا لحد هسه، تعلمنا شلون نبني عادات إيجابية ونتخلص من العادات السلبية، تعلمنا همينة 8 مفاتيح للعقل الخارق، وتعلمنا تقنيات كلش حلوة مثل انحت أو لا تنسى، وتعلمنا طرق للحفظ مثل التفكير الترابطي، مثل تقنية السلسلة وتقنية الشماعة. واليوم راح نحط وحدة لقي عليها، هي من أحلى الطرق اللي أنا تعلمتها، وأنا برأيي تعلمتها متأخر، لو أعرفها من وقت كان ساعدتني كل شيء هواية. هذه طريقة أنا استخدمتها بأغلب المستشفيات اللي أنا اشتغلت بيها، لأن أنا أشتغل بمستشفيات غالبا، فعندي ردهات، هاي الردهات بيها مرضى. بالمستشفى اللي أنا اليوم أشتغل بيه مرات عندنا طابقين تقريبا 60 مريض، فمن تسمع أنت معلومة من مكان معين عن مريض معين، مو دائما أنت تقدر تكتبها ومو دائما أنت تقدر تحتفظ بها. أنا أحتاج أحتفظ بهاي المعلومات حتى أخذ بعدين قرارات سريعة عن ناس أنا مدى أشوفهم. وأنا دائما استخدمت تقنية قصر الذاكرة. قصر الذاكرة إيش تستخدم؟ تستخدم قابلية العقل الفائقة على الاحتفاظ بمكانات معينة وعلى ربط المعلومات بهاي المكانات. هذه التقنية موجودة صارها 2500 سنة، لأن الإنسان الأول من كان يريد يذكر أشياء معينة ما كان يقدر يكتبها أو يحفظها بالتليفون أو يسوي غير أشياء، كان لازم يحفظها على مكانها. هذه الشجرة هناية، هذاك الأكل هناية، هذا الصيد هناية، وهكذا. إحنا مجرد نعيد هذه أو نحيي هذه التقنية. شنو هذه التقنية وشلون تقدر أنت تستخدمها؟ خلنا نبلش. جاهز أنت؟ أتمنى أنت جاهز وأنت جاهزة. خلنا نأخذ أول شيء نفس عميق. هسه أريدك تتخيل، غمض عينك إذا بيها مجال، أتمنى أنه أنت مو بالسيارة أو مكان ثاني واحد ما يقدر يغمض عينه، إذا تقدر غمض عينك وتخيل أنه أنت باب بيتكم، افتح الباب وادخل. من تدخل، يا أما راح تدخل على غرفة، يا أما راح تدخل على ممر يوديك على غرفة ثانية. روح على أول غرفة بالبيت، تصادف بالبيت. إذا أكو غرفتين اختار الغرفة اللي على اليسار وروح ادخل هذه الغرفة. من تدخل هذه الغرفة، دخلت، راح نختار 5 مكانات بهذه الغرفة. هذه المكانات راح نبدي بيها باتجاه عقارب الساعة، يعني من اليسار لليمين. باوع على الغرفة، شوفها قدامك. هذه المكانات اللي راح نختارها، أكو كم شرط. أول شرط هو أنه أنت ما تختار مكانات فارغة، لا حائط فارغ. الشرط الثاني أنه أنت ما تختار أشياء صغيرة، اختار أشياء كبيرة، مثلا ميز مع تلفزيون أو دولاب أو شرباية أو قريولة، حسب أنتوا شو تقولون. أشياء كبيرة، أوكي. وإذا أكو شيئين متشابهات لا تختار شيئين متشابهات، أكو مثلا كرسيين واحد يم الأخ، اختار الطبلة اللي بيناتهم، تمام. اختار 5 أشياء، ابدي من اليسار لليمين. 1 2 3 4 5، أوكي. هسه كمل الرحلة مالتك واطلع، روح الغرفة اللي بعد هذه الغرفة وادخل للغرفة وعيد نفس الشيء اللي سويناه في الغرفة. اختار 5 أشياء، ابدي من اليسار لليمين، كبيرة مو أشياء مكررة، اوكي. 6 7 8 9 10، كلش حلو. هسه افتح عينك.
أريد منك على ورقة وقلم ترسم مخطط جدا بسيط، ترسم الغرفة والأشياء اللي أنت اختاريتها وتكتب عليها كل واحد رقمها. يعني خلينا نقول إذا اختاريت أنت ميز سوي مستطيل واكتب عليه رقم واحد، إذا كان رقم واحد. رقم اثنين خلينا نقول فد كرسي دائري أو طبلة دائرية، اختار الطبلة الدائرية واكتب عليها رقم اثنين، وسوي الغرفتين كمخطط قدامك. وقف الفيديو وسوي هاي الشغلة إذا تريد، وبعدين أرجع لي. أوكي سويت المخطط، يلا خلينا نكمل. هسه راح نرجع على مفاتيح العقل الثمانية، وأنا هالمرة راح أضيف لهم اثنين حتى يصيرون عشرة. تذكرهم؟ حاول هسه تتذكرهم وياي، جيب ورقة وقلم وخلنا نبدي. أول نقطة كانت أطعمة مغذية للدماغ. ثاني نقطة كانت صحيح تخلص من الأفكار السلبية. ثالث نقطة كانت حركة وتمرين. رابع نقطة كانت أصدقاء إيجابيين أو مجموعة إيجابية. خامس نقطة كانت بيئة نظيفة ومرتبة. سادس نقطة كانت تعلم دائما أشياء جديدة. سابع نقطة كانت انتبه على النوم ماتك. وثامن نقطة كانت تعامل ويا الضغط العصبي. النقطة التاسعة اللي أريد أضيفها هي انتبه على المي، لأن الجسم مالتنا 75% من عنده مي، والثلثين الدماغ هو مي. الدماغ يحتاج كميات هائلة من المي حتى يشتغل بطريقة optimal، طريقة مثالية. فننتبه على المي ونبقى بين 2 إلى 3 لتر، هذا الشيء جدا مهم. رقم 9 مي. رقم 10 حماية الدماغ من شنو؟ حماية الدماغ من كل المؤثرات الخارجية اللي ممكن تأذي. شنو هاي المؤثرات الخارجية؟ ممكن هذه المؤثرات تكون أشخاص اللي بعد ما تلتقي بيهم تحس أنت أنه طاقتك تروح وأنه أنت تتعب نفسيا. ممكن تكون مكانات بعد ما تروح لها تروح من عندك الطاقة وتحس نفسك أنه أنت فعلا تعبت بعد هذا الروحة لهذا المكان. بس أكثر مكان أريد أحكي عليه اللي هو اليوم أعتقد أني أثر عليه إنه هو التلفزيون والسوشيال ميديا، الموبايل، القنوات اللي تباوع عليها واللي بعد ما تباوع عليها قلبك يحترق ونفسيتك تتعب وأفكارك كليتها تتدمر بعد ما شفت القصص المريعة اللي تطلع ببعض القنوات اللي الهدف من عندها هي مجرد إنه الواحد يربط المشاهدين ويبيع بالنهاية إعلانات أكثر. القنوات اللي يتبعوا عليها والسوشيال ميديا، القنوات على اليوتيوب اللي يتبعوا عليها اللي تأذيك أنت بعدها، تحس نفسك متأذي. الحسابات أو الصفحات على الفيسبوك اللي تأذيك وتحس نفسك بعدها متأذي، طاقتك قليلة. الحسابات على الانستغرام أو على التيك توك. احمي دماغك من هاي الأشياء اللي تأذي واللي تعذبه. هذه النقطة العاشرة. هسه راح نجيب هذه العشر نقاط ونحطها بقصر الذاكرة مالتك اللي انت بنيته، وانت راح تسوي هذا الشيء باستخدام مبادئ عمل الذاكرة. يعني مو بطريقة مملة وما بيها اي معنى، بس بطريقة مثيرة للاهتمام ومضحكة، واهم شيء انه انت تشوفه اسمعه حس بي ما راح تنساه. شوف اسمع حس ما راح تنسى. خلنا نبدي. أول نقطة كانت أطعمة مغذية. تذكرهن؟ أكيد تذكرهن، لأن إحنا هناك هم سوينا قصر ما الذاكرة، بس كان مو قصر كان الجسم. تذكر؟ روح هسه على المكان الأول مالتك وحط مني الأكلات عليه بالطريقة اللي تعجبك، بحجم كبير بحجم صغير. يجوز تخلي الأفوكادو وجوز الهند والتوت وما أدري شنو، مسوين حفلة ودي يرقصون واحد ويا الأخ، شلون ما أنت تريد. النقطة الثانية كانت تخلص من أفكار سلبية. تخيل أنه هي علامات ناقص كبيرة بالمكان مالتك. رقم اثنين، كل واحد عنده مكان. أتمنى أنه تقول المكان بصوت عالي وأنه تتخيل أنه شون هاي الأشياء تقعد بيه. النقطة الثالثة كانت الحركة والتمرين. أنا بالنسبة لي المكان مالتي رقم ثلاثة بالبيت مالتي هو الميز مال التلفزيون، ومن يعني احفظ هيك شيء او من اتخيل هيك شيء، اتخيل نفسي دا اركض على الميز مال التلفزيون على جهاز ما ركض. اوكي النقطه الرابعه كانت
أصدقاء إيجابيين أو مجموعة إيجابية. تخيل على المكان مالتك، يا أما أصدقاء حجمهم صغير حجمهم كبير، يجوز أنت وأصدقائك أو أنت وصديقاتك تسوون شيء معين في هذا المكان. خلي نروح للمكان الخامس. شنو كانت النقطة؟ بيئة نظيفة. أنا بالنسبة لي المكان الخامس مالتي مثلا كرسي، عندنا كرسي كلش كبير وحلو لونه أزرق، على هذا الكرسي تخيلت منظفات، كل المنظفات اللي عندنا بالبيت حطيتها على هذا الكرسي حتى أتذكر هذا الشيء. نروح للمكان السادس. شنو كانت النقطة السادسة؟ تعلم أشياء جديدة. شنو يعني أتعلم أشياء جديدة؟ أنا مثلا تخيلت إنه المكان السادس مالتي هو الدولاب بالغرفة مالتي، تخيلت إنه بهذا الدولاب أفتحه وأكو كتب، وهاي الكتب ترقص أو ده تلعب، يعني ذب واحد علاخ مي، لا شايل مسدسات مال مي وذب واحد علاخ مي. كارثية، ما ممكن تصير هاي الشغلة، ما ممكن الكتب تلعب وذب واحد علاخ مي، بس هذا السبب هو اللي يخليك بعدين ما تنسى هذا الشيء. هذا السبب اللي يختصر الوقت، مو انه احنا نبقى 4 ساعات نعيد المعلومة، بس انه احنا نحولها الى شيء ثاني. النقطة اللي بعدها كانت النوم. روح للمكان السابع مالتك وحط بيه النوم بالطريقة اللي انت تعجبك. هسه نروح للمكان الثامن، والنقطة هي كانت تعامل ويا الضغط العصبي. خلي أقول لكم أني اللي فكرته، أني بالنسبة لي المكان الثامن مالتي هو الفليب شارت، هذا اللي واقف وراي هو هذا المكان الثامن. فتخيلت جدر مع الضغط طالع من عنده ودي صفر. المكان التاسع أو الشيء التاسع هو المي. روح على المكان التاسع مالتك وحط بيه مي الطريقة اللي تعجبك. والمكان العاشر نحط بحماية الدماغ. الحماية مرات مثلا واحد يفكر بالحماية يتخيل خلينا نقول حراس 10، أو يتخيل درع. تخيل انت يعجبك اللي يجي ببالك من تربط كلمة حماية بالدماغ. تخيل جزء دماغ قاعد بهذا المكان ولابس درع مثل اللي يلبسه الجيش أو الجندي. حلو، خلصنا، حطينا الأشياء بهاي 10 مكانات. يلا هسه اجى وقتك، وهسه راح اعطيك 30 ثانية حتى تكتب هذه النقاط وحدة ورا الأخ. تروح على المكانات وتطلع الأشياء اللي انت حطيتها بهاي المكانات وترجعها على الورقة. خلينا نبدأ. حلو، ها حصلتهم كلهن؟ ذاكرتك حديدية لو لا؟ ذاكرتك أكيد حديدية إذا تستعمل الطرق الجديدة والطرق الصحيحة. هذه كانت تقنية قصر الذاكرة. اللي أريده من عندك هسه إنه أنت ما تكتفي ب10 مكانات، بس تروح تكمل، يجوز تروح للغرفة الثالثة بالبيت مالتكم وتحط من عندها 5 مكانات، وتروح للغرفة الرابعة داعتكم وتحط من عندها 5 مكانات، وتسوي لك 20 مكان تقدر تخزن به الأشياء. اللي بنسوي إحنا هنا إنه إحنا بنسوي مثل الخزنة مال الفايلات، ودنتعلم إنه إحنا شلون نشفر الأشياء نحطها بالخزنة، نعرف وين هي موجودة حتى بعدين نقدر نرجع. لأنك هواي ناس يقولك أنا ما أقدر أرجع، أنا أحفظ بسرعة بس ما أقدر أرجع. أوكي، وين خزنتها؟ أخزنها بمكان تعرفه حتى تقدر بعدين ترجعها. هذه أول نقطة بقولها. النقطة الثانية هي تقدر تستخدم أي مكان أنت تعرفه، شارع، مكان بيت مع صديق انت تعرفه، مدرسة، بيت قديم لكم، اي مكان انت تعرفه موجود اصلا بدماغك تقدر تستخدمه بنفس الطريقة. استخدم المكان اللي يعجبك. النقطة الاخرى هي دائما الواحد يسأل اقدر احط غير معلومات نفس المكانات؟ ايه،
أنا بالنسبة لي بالمستشفى يعني من أحط الناس بالغرف مالتهم بعدين أحطهم بالأسرة مالتهم، هذا الإنسان من يطلع يجي إنسان جديد، فأحط المعلومات مع إنسان جديد بالمكان الجديد. المهم أنا أحافظ المكان، أنا أختار المعلومات اللي أحطها بي، أقدر أستخدم هاي الطريقة. هذه كانت تقنية قصر الذاكرة. اللي أتمنى منك ومنك إنه أنتوا تروحون تعلمون هذه الطريقة على الأقل شخص واحد. أنت تعلمت من عندي ما فيه الكفاية، أنت ما تحتاج بعد تعلم من عندي، أنت تحتاج تعلم هذا الشيء لأحد ثاني، لأن أنت صاحب العقل الخارق، لأن أنت صاحب التقنيات الخارقة، وروح وعلمها وروي الباقيين شنو اللي تقدر عليه حتى أنت همينة تتعلمها مرتين على الأقل. شخص واحد شارك وياه هذا الموضوع قبل لا يجي الفيديو الجاي. أنا جدا فرحان بوجودكم هنا، وخلينا نشوف الفيديو الجاي. مع السلامة.